البحث عن من يتكفل به. الحمد لله بلادنا، وهذا واحد كما قلت من الدروس، المنظومه ديال الدعم العمومي والفعاليه ديالها، الاداره المغربيه اعتمدنا على الذات ديالنا، على القدرات اللي عندنا، على الامكانات اللي عندنا، والحمد لله نقدروا نقولوا كانت النتائج في العموم ايجابيه. ما زالت واحد العدد ديال الفئات اللي عندها شكايات، نامل ان تتم المعالجه ديالها في القريب. مع الاشاره ان بعض الاخوه اللي كيسولوا على الدفعه الثالثه ديال الدعم، واش كاينه؟ راه كاينه، راه رئيس الحكومه سبق ليه واعلن على هذه المساله. اذا الخلاصه التي ينبغي ان نقف عندها ونحن نطرح سؤال التنميه فيما بعد كورونا، وهي ان هنالك متغيرات خارجيه وداخليه ستكون لها انعكاسات كبيره على مستقبل التنميه في بلدنا. هضرت انا على الجانب المقاولة. فهمتوا معنا التصريحات ديال الدكتور والاستاذ مصطفى الخلفي اللي كيأكد على وجود الدفعه الثالثه، واللي سبق اكد عليها الدكتور جمال معتو واكد عليها رئيس الحكومه سعد الدين العثماني. اذا الدفعه الثالثه على لسان الدكاتره ورئيس الحكومه سعد الدين العثماني راها كاينه. اذا شنو هو سبب التاخير؟ سبب التاخير هو الناس اللي ما شدوش لا الدفعه الاولى لا الدفعه الثانيه، راه كيعطيوهم هاد الايام وكتشوفوهم قدام الابناك، يعني كل شيء كيشد. والدفعه الثالثه راه غادي تكون اما هاد الاسبوع اما الاسبوع الذي يليه، هي باش ما تبقاش عندكم خلط في دماغكم لا راه تظلمنا ما عندناش، راه غادي كلكم تشدوا الدفعه الثالثه في هاد الايام. يعني راه ما بقاش بزاف، والناس اللي ما شدوش لا الاولى لا الثانيه راه غادي تفتح واحد موقع الشكايات باش يعاودوا يدفعوا الشكايه للمره الثانيه، يديروا الطعن. هاد المره غتسمى بالطعن، اذا طعن في القرار باش يشوفوا واش تقدر تخرج ليهم ولا ما غاديش تخرج ليهم. وعاد يعني غادي نجدد الذكر، الدفعه الثالثه راه موجوده ان شاء الله، والله يسر امركم وان شاء الله يترفع عنا هذا الوباء وتكونوا سالمين وفي صحه جيده. تحياتي لكم اخوتي المغاربه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.